قمنا اليوم بتقديم طلب للمحكمة بأن تسمح لعائلة الدوابشي بدخول القاعة والاستماع إلى مجريات المحاكمة وللنظر للقتلة الإرهابيين. بداية المحكمة كانت ترفض هذا الأمر، بعد أن طلبنا هذا المطلب بشكل واضح وبمحضر المحكمة سمحت بدخول عائلة الدوابشي، وكانت بالفعل هي لحظة العائلة تنتظرها منذ أكثر من 8 شهور للنظر لأعين المجرمين، إلا أن المجرمون استمروا في الاستهتار بالحق الفلسطيني وقاموا بالابتسام والضحك أمام عائلة الدوابشي مما استفز العائلة. وكان في نهاية المحاكمة هناك صراخ من العائلة وتوجيه أصابع الاتهام على أمن المحكمة وعلى طاقم الدفاع للمتهمين أنهم يشجعونهم على هذه الأعمال البشعة وأنهم يدعمون الإرهابيين بدلا أن يقفوا بصف الضحية والحق.